أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل، هذه امرأة تسأل من خارج هذه البلاد وتقول: هل يجوز لها أن تسافر مع أخيها علما أنها أسلمت وهو لم يزل كافرا؟ الكافر لا يكون محرما للمسلمة، تسافر مع محرم مسلم، نعم، من أقاربها، نعم. أحسن وإلا الله. تبقى في بلدها، إلا إذا خافت على دينها، خافت على عرضها، إنها تهاجر ولو لم يكن معها محرم. هذه مسألة مستثنات من المحرم، مسألة المهاجرة الفارة بدينها وبعرضها، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.